السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عاجل منذ قليل هذا الخبر الصادم، وفاة الرئيس الفلبيني الأسبق بنيونو إيكونو الثالث عن عمر ينهاز 61 عام. توفي الرئيس الفلبيني الأسبق بنيونو إيكونو الثالث نجل رمز الديمقراطية الذي ساعد في الإطاحة بالدكتاتور فيرديناند ماركوس اليوم الخميس عن عمر ينهاز 61 عام. وقال السيناتور الأسبق بيم إيكونو أنه حزين لوفاة ابن عمه، مشيرا إلى أن إيكونو بذل كل ما لديه من أجل الفلبين ولم يعلن عن تفاصيل وفاته. وقال أحد المسؤولين الأسبقين في حكومته راجيولو جيونغوسين أن إيكونو خضع لغسيل الكلى وكان يستعد لعملية زرع كلية. وإيكونو الذي شغل منصب الرئيس الفلبيني من عام 2010 إلى عام 2016 كان وريثا لإرث سياسي لعائلة اعتبرت حصان ضد الاستبداد في الفلبين. واغتيل والده السيناتور الأسبق بنيونو إيكونو الثاني في العام 1983 عندما كان محتجز في مطار مينيولو الدولي. وقدمت والدته كوروزان إيكونو ثورة سلطة الشعب عام 1986 التي اطيحت بماركوس، واصبحت الانتفاضة المدعومة من الجيش نازير لوريست الشعبية ضد الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.